أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم مجددا. هذه إطلالة جديدة، لكننا في هذه المرة سنحاول تسليط الضوء على علاقة مصر بمحيطها الإفريقي في ضوء التقارب المصرية الإفريقية الذي يتجسد بصور متعددة، لعل من آخرها المشاركة المصرية في اجتماع مجلس التحرير الوطني التابع للحركة الشعبية لتحرير السودان. المزيد حول هذه المشاركة، المشاركة المصرية أصداؤها وأهدافها في سياق هذا التقرير. في تأكيد على قوة ومتانة الجذور المصرية الإفريقية، شارك وزير الخارجية سامح شكري في اجتماع مجلس التحرير الوطني التابع للحركة الشعبية لتحرير السودان والمنعقد في العاصمة جوبا، الذي يهدف إلى إيجاد حل متفق عليه للأزمة في البلاد. شكري أكد أن رؤية مصر تقوم على ضرورة تسوية الأزمة من خلال المفاوضات في إطار الحفاظ على السيادة والتكامل الإقليمي والأمن لجنوب السودان. في البحث عن السلام والحل الدائم للصراع، فإن مصر قد اختارت أن تمهد الطريق أمام تحقيق تسوية في جنوب السودان من خلال عملية تفاوضية. ومن الأهمية القصوى أن أؤكد عند هذه النقطة أنه يجب توحيد الجهود لمساعدة حكومة جنوب السودان للاستمرار في التحلي بالشجاعة ووحدة الهدف في تنفيذ التزاماتها ومسؤولياتها لحل الصراع. وزير الخارجية أكد أيضا أن مصر وجنوب السودان يربطهما تاريخ طويل من التعاون، معربا عن أمله في أن تتمكن المشاورات التي يتم طرحها من خلال المؤتمر في التوصل إلى اتفاق يضم الأحزاب والأطراف في جنوب السودان كافة. مصر وجنوب السودان تربطهما علاقات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية قوية تعود إلى تاريخ طويل من التعاون والتنسيق حول قضايا ثنائية وإقليمية ودولية. وحتى قبل استقلال جنوب السودان كانت مصر تتمتع بعلاقات طيبة مع شعب جنوب السودان في العديد من المجالات الكبرى. رئيس جمهورية جنوب السودان سلفا كير أبدى خلال كلمته امتنانه للحضور ولمختلف فصائل الحركة الشعبية لتحرير السودان، مؤكدا أن القادة فقط هم من يسمون فوق الخلافات ويحولون الأزمات إلى فرص. أعترف اليوم بأن الحركة الشعبية لتحرير السودان قدمت تحت قيادتي كافة التنازلات، وقد فعلنا ذلك لأنه في تاريخ الأمم فإن القادة دائما هم من يسمون فوق الخلافات ويحولون الأزمات إلى فرص، وقد رأينا إمكانية تحقيق هذه الفرصة لتوحيد شعبنا من خلال إعادة توحيد فصائل الحركة الشعبية لتحرير السودان، ومن ثم نجحنا في تحقيق هذه التسوية. تسوية الأزمات في جنوب السودان وإعادة فصائل الحركة الشعبية للجنوب على كلمة سواء، كلها أهداف وضعها المجتمعون نصب أعينهم، فهل يمكن أن تنجح في تحقيق تسوية شاملة تحقق التوافق بين الجميع؟